أسعد الله مساءكم مستمعينا، وحياكم في برنامج الصحة والحياة عبر أثير إذاعة الفجر FM. بداية تقبلوا تحيات فريق العمل، معكم أنا خديجة علي، وتحيات مخرج البرنامج محمد صادق، مع تمنياتنا لكم دائما بالصحة والعافية والسعادة. بمناسبة اليوم العالمي للقلب الذي يصادف 29 سبتمبر من كل عام، اخترنا لكم هذا الأسبوع موضوع صحة القلب، لنبحث عن كيفية إبقاء القلب بصحة سليمة بعيدا عن الأمراض. يؤكد خبراء أمراض القلب والأوعية الدموية استنادا إلى توصية منظمة الصحة العالمية أن المحافظة على مزاج حسن وقوة بدنية ونشاط ذهني تستوجب القيام بتمارين بدنية، وأحد هذه التمارين وأسهلها هو المشي يوميا. سنتناول هذا الموضوع اليوم بتفصيل أكثر مع ضيف البرنامج الدكتور وائل ريشان، اختصاصي جراحة القلب والأوعية الدموية. أجدد التحية لكم مستمعينا مستمعي إذاعة الفجر FM على الموجة 92.6 FM. لنستهل حديثنا عن صحة القلب وكيفية الحفاظ عليها، ما هي الإرشادات والتعليمات التي يجب علينا أن نتبعها، وما هي الإسعافات الأولية الصحيحة إن حدث جلطة للمصاب لا سمح الله. كل هذا وأكثر مع الدكتور وائل ريشان، اختصاصي جراحة القلب والأوعية الدموية من مستشفى الشرق بالفجيرة. مرحبا بك دكتور، نورت الاستوديو، كيف صحتك؟ مرحبا فيكم، ومرحبا بمستمعينا الكرام، وألف شكر لإذاعة الفجيرة على هالفرصة الجميلة هي. نشكر حضورك ومساهمتك في توعية المستمعين دكتور. ألف شكر لكم، إن شاء الله الله يقدرني أنه أعطي شوية معلومات عامة لجميع الناس وتوضيحات تكون مفيدة جدا لهم. دكتور وائل، بداية حدثنا عن القلب وما هي أهمية هذا العضو في جسم الإنسان. القلب هو عضو نبيل بالجسم، وهو أهم عضو موجود بجسم الإنسان، وكلياتنا بنعرف هالشي لأنه عبارة عن مضخة. هذه المضخة لا تهدأ ولا تمل، يعني الإنسان بيخلق قلبه عم ينبض، بس يوقف نبضان القلب بتوفى الإنسان للأسف الشديد. فهالمضخة هي اللي تقريبا بتضخ وسطيا عند الإنسان البالغ بين 4 و6 لتر بالدقيقة. خلينا نحسب قديش بتضخ بالساعة، قديش بتضخ باليوم، قديش بتضخ بالشهر، وقديش بتضخ بالسنة، قديش بتضخ ب80 سنة. مضخة هائلة. فالقلب يجب أن يكون بصحة جيدة، لازم نحافظ عليه لأنه هو المسؤول عن الحياة، وهو مسؤول عن تغذية كل أعضاء وكل خلايا الجسم. طيب دكتور، كيف يتم اكتشاف مرض القلب، أو كيف يتم تشخيص المرض، وما هي الأعراض والشكاوى التي قد يصاحب المصاب بمرض القلب؟ أكيد، هو أمراض القلب عديدة ومتنوعة. في قسم من أمراض القلب هو أمراض القلب الولادية، يعني بيخلق الإنسان للأسف الشديد، أو الطفل بيخلق معه تشوه بالقلب، قد يكون تشوه خفيف وقد يكون تشوه معقد. أما في الأمراض الثانية هي أمراض القلب المكتسبة. الأمراض القلب المكتسبة تأتي بعدين. أكثر هالأمراض، أمراض القلب المكتسبة، هي أمراض الأوعية الإكليلية أو أمراض الشرايين الإكليلية. هي بتصيب تقريبا 70% من حالات أمراض القلب هي موجود فيها، وهي تسبب وفيات حوالي 40% من البشر. أمراض القلب 70% من 40% هي أمراض الأوعية الإكليلية أو أمراض الشرايين الإكليلية أو الكوروناري أو الكورونير. دكتور، ما هي الكولونير؟ الكورونير هي كل أعضاء الجسم تتغذى عن طريق الشرايين بالدم المؤكسج واللي بيضخه القلب. حتى عضلة القلب نفسها فيها شرايين بتغذيها، أو الشرايين اللي بتغذي عضلة القلب نحن بنسميها الشرايين الإكليلية، أو في بعض المدارس سميها الشرايين التاجية، أو مثلا كوروناري بالإنجليزي وكورونير بالفرنسي. يعني هالأربع كلمات شائعين جدا بكل العالم. هالأوعية هي أو هالشرايين هي اللي بتغذي القلب تصاب بالمرض للأسف، وتؤدي إلى مشاكل قد تكون طفيفة وقد تؤدي إلى الوفاة. طيب دكتور، من هم أكثر الفئات عرضة للإصابة بهذا المرض، إذ أنه يصيب الصغار أيضا؟ لا، عادة هذا المرض بيصيب عادة البالغين، أسبابه كثيرة، ما نلاحظه عند الأطفال. قد نلاحظه ببعض الحالات، القليلة جدا، بأعمار صغيرة بالعشرين، 22، 27، لكن بشكل عام يصيب الإنسان بأعمار كهلة، يعني فوق 40 سنة.
أسبابه كثيرة طبعا. هي نتطرق للأسباب. الأسباب كثيرة. أول شيء في عنا عوامل وراثية وعوامل عائلية، في عنا أمراض ترافق أو تسبب أو تسرع بهالحدث. أهم الأسباب هو مرض السكري، البدانة، ارتفاع الكوليسترول العائلي. في عنا حديثا نحن كثير بننزعج من الستريس، يعني المشاكل اليومية الحياتية اللي بترافق الإنسان، هذا كلياته بيؤدي إنه بيتجمع كل هالأسباب وبتؤدي إنه يصاب المرض، إنه المرض يصيب الشباب. طبعا ما رح ننسى نحن التدخين والإفراط بالتدخين وبالأرجيلة وبالهيك، هذا كله كمان عوامل مساعدة. طيب دكتور وائل، بما أن عرفنا عن أهمية القلب في جسم الإنسان وأيضا عن مسببات أمراض القلب وأعراضه، خلنا نتحدث عن روماتيزم القلب. نسمع عنه كثيرا، فما هو روماتيزم القلب وتأثيره في جسم الإنسان؟ أيوة، روماتيزم القلب هو موضوع كثير كبير وشوي شائك لكنه منتشر بكثرة. هلا فينا نقول روماتيزم القلب، لازم نقول نحن أنه في شيء تقريبا 14 مليون حالة روماتيزم بالعالم. كل سنة بيظهر تقريبا 280 ألف حالة سنويا، وبيتوفى 220 ألف إنسان بهالمرض هذا. الروماتيزم يلي بيصيب، يلي بيؤدي بالنهاية إلى أزيات القلب، أو بالأحرى بيؤدي إلى أزيات صمامات القلب، هو يبدأ بالتهاب بالبلعوم. بيبدأ بالتهاب بالبلعوم، بتسببه جراثيم اسمها ستريبتوكوك آ أو العقديات. بعد الالتهاب هذا إذا ما تعالج بشكل كويس، أو ما راجع الطفل أو الشخص المصاب الطبيب، بعد 4 أو 6 أسابيع بتبلش أعراض تانية. هذا المرض بيصيب الأطفال بشكل عام بين سن 4 وال14، وبعض المدارس تقول بين 6 وال16، لكن 20% من الإصابات كمان بتصيب الأطفال فوق سن 16. للأسف أنه الجرثومة هي اللي بتصيب البلعوم، أو بنسميها بالعام الحلق والتهاب الحلق. هالجرثومة هي بتفرز مواد سمية، وبتفرز نوع من البروتينات اللي تتشابه مع بروتينات الجسم بعض المرضى. فمناعيا بصير في نوع من الخربطة الخفيفة مناعيا، انه مناعة الجسم بتصير تهاجم هالبروتينات بما انه شبيهة ببروتينات بعض الخلايا بالجسم، فتقوم بأزية عدة أجهزة بالجسم، منها القلب ومنها الجلد ومنها الجهاز العصبي المركزي ومنها المفاصل. فهو عبارة عن مرض أصله جرثومي، يبدأ بالبلعوم لكنه كمان مناعي، يعني عدة أمور تتشابك معه. طيب دكتور، متى يجب على الإنسان إجراء التحاليل والكشوفات للكشف عن مشاكل القلب، أم الاكتفاء مثلا بأن لو هناك ألم عليه عمل التحاليل واستشارة الطبيب؟ هلأ كل مرض طبعا بيعطي أعراض مختلفة، والتقصي أو الفحوصات عند الأطفال تختلف شوي عند الكبار. مثلا نحن هلا بصدد التهاب الصمامات الروماتيزمي، طبعا أي طفل أي مريض بصير عنده التهاب بالبلعوم ويدوم لفترة شهر شهر ونصف وما لا يتماسل للشفاء، هذا بده دراسة طبعا. بننصح كل واحد ما أنه يصير عنده التهاب بلعوم شديد يقعد ياخد حبة أسبرين أو حبة أنتيبيوتيك من عنده، وهي يجب أنه ينفحص وتتاخد مسحة من البلعوم. وفي أعراض تانية طبعا بتدل على المرض، هذا مرض كتير شائع خاصة بالبلدان الفقيرة، وخاصة عند الأشخاص المصابين بنقص التغذية والموجودين بقرى فقيرة. أما مثلا الأطفال الصغار لما يخلقوا مثلا عنده زرقة، منلاقي نحن أصابعه زرقة أو أظافره زرقاء اللون أو شفافه زرقاء، هذا بيعبر عن وجود مرض قلبي على أغلب الأحيان. أو لما نشوف الطفل تنفسه صعب، هذا بيكون عنده كمان تشوه ولادي. أما الكبار بالعمر الأعراض تبعهم تختلف، لكن أنا بنصح كل إنسان عنده هالأعراض اللي بدي أذكرها أو بعض منها أنه يراجع الطبيب. يكفي أنه يروح يساوي فحوصات لحتى يكتشف أنه هل يوجد مشكلة ما أو لا. مثلا أي مريض بيشكو من زلة تنفسية أو من دوار أو من
دوخة أو من مثلا غشي، يعني إنسان بيقع بالأرض، هدول لازم يراجعوا طبيب قلبية ويساوي فحوصات. أي إنسان بالغ مدخن عنده قصة عائلية، عنده سكري، عنده بدانة، عنده ارتفاع كوليسترول، شغله ستريس، حياته ستريس، هذا بننصحه كمان إذا شعر بأي زلة تنفسية، أي صعوبة بالتنفس، أي ألم صدري، كان خاصة ألم صدري ينتقل إلى الذراع اليسرى، القسم الأنسي من الذراع اليسرى، أو ينتقل إلى الفك، أو ينتقل إلى الظهر، أو يعني هذا لازم يروح يراجع طبيب القلبية، أو إذا راجع طبيب عام وهو يحوله لطبيب قلبية بيكون أفضل. هذه النصائح طبعا من الدكتور وائل، عدم الاكتفاء بأخذ المضادات الحيوية إذا كان عنده هذه الأعراض. طيب دكتور وائل، ما هي التحاليل والأشعة الضرورية للكشف عن مشاكل القلب؟ هلا أي مريض بده يجي يجب أن يراجع طبيب، ويفضل يكون مختص. الطبيب بجلوسه مع المريض واستجوابه وسماع قصته وآلامه هي جدا هامة. بعدين في فحص سريري اللي هو سماع أصوات القلب وفحص المريض والنظر إذا عنده، يعني في شغلات كتير بتعبر عن وجود مرض قلبي. بعدين لازم نحن نسوي فحوصات مخبرية، ولازم نسوي على الأقل تخطيط قلب كهربائي. وبعدين هلا أغلب الأحيان المريض لازم يجرى له إيكو للقلب، وإذا كان فعلا في عنا شك يجرى له تخطيط قلب جهدي، يجرى له سيتي سكان يعني تصوير الشرايين الإكليلية بالسكانير مع حقن. وطبعا القسطرة القلبية بتجي تقريبا بنصف أو بنهاية الطريق، وبعدها بتصير الأمور تانية، يعني بعدين بصير بعد القسطرة في عنا قسطرة علاجية وفي عنا عملية جراحية قلبية يعني تتناول إما الصمامات أو الشرايين الإكليلية. طبعا سنتطرق للعمليات الجراحية الحديثة لكن بعد قليل دكتور. طيب دكتور، أسباب الإصابة بالنوبة القلبية، وما الفرق بين النوبة القلبية والجلطة القلبية؟ هل يحدث بسبب أسباب نفسية مثلا عند سماعه كارثة أو خبر محزن كما يحدث في بعض المسلسلات والأفلام دكتور؟ والله للأسف أنه هذا الشيء صحيح وأثبت واعترف فيه من بضع سنوات. أول شيء في عنا نحن ما يسمى بخناق الصدر أو الأزمة القلبية، هذا بيكون عند المريض تضيق بالشرايين الإكليلية. نحن حكينا أنه الشرايين الإكليلية أو الشرايين التاجية الكوروناري الكورونير سموها مثل ما بتكون، هي الشرايين التي تغذي عضلة القلب، تصاب بتضيقات يعني تراكم الكوليسترول مع الفيبرين مع الصفيحات الدموية ضمن هالشرايين. الأسباب كثيرة ذكرناها تؤدي إلى تضيق في هذه الشرايين، تضيق قد يصبح 70% 80% 90%، فبصير عندنا نقص تروية، نقص بمرور الدم يلي بيغذي العضلة، فهذا اسمه نقص تروية. النقص التروية يؤدي إلى شعور المريض بآلام بصدره بشكل عام، هاي اسمها الأزمة القلبية. أما ما يسمى بالاحتشاء العضلة القلبية هي أزمة كبيرة، لأنه بينسد الشريان أو بيكون متضيق بشدة وبصير عليه تشنج، فبينسد فيمنع من مرور الدم المؤكسج، فتصاب جزء من عضلة القلب بالتموت، بيخسر الإنسان جزء من هالموتور هذا أو جزء من قوة عضلة القلب، هذا اسمه احتشاء عضلة القلبية الأنفاركتوس أو أنفاركشن. هذا يعني مرحلة متقدمة من خناق الصدر أو من الأزمة القلبية. طيب دكتور، ما هي الإسعافات الأولية الصحيحة إن حدث جلطة أو نوبة قلبية للمصاب لا سمح الله؟ كيف عليه أن يتصرف يعني الشخص المرافق للمصاب؟ أنا بنصح فورا عند حدوث أي أزمة قلبية أنه الاتصال بأقرب إسعاف أو التوجه لأقرب مستشفى. والمريض الذي يصاب بألم صدري لازم يوقف على جانب الطريق وما يكمل سواقة السيارة، ويستدعي فورا حدا يساعده، لأنه استمراره بالجهد قد أنه يؤذي. لازم المريض فورا يرتاح، يقعد على جانب الطريق وفورا يطلب المساعدة، هذا أفضل شيء يمكن نقدم له إياه. هذا إذا كان المصاب نفسه، بس إذا كان في مرافق دكتور، ماذا على المرافق؟ المرافق فورا لازم يتجه بالمريض لأقرب إسعاف لأقرب مشفى. طبعا هو على الطريق بده يتصل فيهم ويخبرهم أنه عنده حالة إسعافية. وفي أحيانا بعض المدن أو لحسن حظ بعض المرضى أنه في سيارات إسعاف أو في الأطباء مثلا موجودين، نحن كنا نسميهم بفرنسا السامين، بيجوا بإنقاذ المريض لكن وبسرعة هائلة بدقائق،
وحاليا عم يدرسوا بدبي حتى وجود هالطائرات اللي بيبعتوها لإنقاذ المرضى. يعني المريض لازم بأسرع وقت أنه يحصل على الإسعافات اللازمة. طيب دكتور، ما علاقة القلب بالدماغ؟ بما معناه أنه لو أصيب القلب هل يتأثر العقل والعكس صحيح؟ هلا أكيد أنا إذا كان في مريض عنده إصابة جسدية مؤلمة بده يتجه قسم من دماغه أو من تفكيره نحو هالألم هذا. لكن علاقة مباشرة أنه يلي عنده مشكلة قلبية ما بيستطيع يفكر أو يبدع، هذا مو صحيح. لكن دوما الجسم السليم في العقل السليم أو العقل السليم في الجسم السليم، هي مقولة شبه صحيحة. تمام دكتور، ما هي الأغذية التي يفضل الابتعاد عنها لتجنب حدوث أمراض القلب؟ الأغذية دوما نحن ننصح الوجبات السريعة ما بدنا إياها، المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، اللحم، الأغذية المعلبة، الأغذية المقددة، كل شيء هدول الأغذية المصنعة نحن بنتمنى أنه الناس تبعد عنا وترجع للطعام الطبيعي. وطبعا نحن كمان نتمنى من الناس أنه تبتعد عن شراء الأغذية المعدلة جينيا والأغذية اللي يعني التي تنمو غصبا عنها بالبيوت البلاستيكية وكذا. الغذاء الطبيعي موجود ومتوفر، وكل إنسان عنده حديقة صغيرة كمان في بيقدر يساوي عنده إنتاج يعني لعائلته، ومنه تسلاية ومنه غذاء طبيعي فعلا. طيب ما هي الإرشادات والنصائح للمحافظة على صحة القلب بشكل عام؟ بشكل عام الإرشادات كثيرة وهي سهلة. أول شيء كل إنسان وخاصة الإنسان البالغ الشاب الكذا لازم يمارس أول شيء الرياضة، وينصح 150 دقيقة أسبوعيا، يعني تقريبا نص ساعة يوميا لمدة 5 أيام أسبوعيا. أفضل أنواع الرياضة اللي يمارسها الشباب أو الكهول يعني اللي عمرهم خاصة فوق 40 سنة، المشي السريع والهرولة والسباحة، هدول أفضل 3 رياضات يمكن يمارسهم الإنسان، وهذا كتير مفيد له ولجسمه. والتغذية الصحيحة حكينا عنها، تناول الأسماك بحدود 150 جرام أسبوعيا، كمان أثبتت الدراسة أنه بيخفف من حصول الحوادث الوعائية الدماغية وأزمات القلبية بنسبة 20%. هذا أهم شغلتين ثلاثة. الشغلة اللي بنصح فيها السنة أنا كتير حكيت عنها، أنه الابتعاد عن المهاترات والمناقشات الـ 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 المزعجة، والابتعاد عن المجتمعات اللي كلياتها تعقيدات وعادات بالية. يعني الإنسان مثلا يلي كل يوم بيسهروا 10 شباب ومناقشات ومهاترات ومشاجرات وملء القلب بالحقود وبالحقد، هذا كلياته مؤذي للقلب. فأنا أتمنى أنه الإنسان دوما يحاول أنه يملي قلبه ويخليه يشعر بالقناعة، بالمحبة، بالسلام. إذا في أي مشاكل مع جاره، أي مشاكل مع قريبه، يا أخي حلوا هالموضوع بلا ما تضلوا 20 سنة أو 25 سنة والقلب يتحمل. املأوا قلوبكم بالمحبة والسلام والتسامح. هذا أنا بنصح فيه كتير، لأنه فعلا الحياة ستكون أجمل بكتير. طيب دكتور، ماذا عن التدخين؟ نريد أن نركز عليه أيضا للشباب خاصة. طبعا التدخين مضر بالصحة، هذا شيء معروف، والإفراط بالتدخين كمان مضر بالصحة. ننصح أنه قد ما في الإنسان يخفف، قد ما في الإنسان يبتعد، هذا أفضل له. طبعا الدخان له أثر، ما هو السبب الأولي أو السبب الأساسي لأمراض القلب والأوعية، لكنه من أحد الأسباب اللي بتساعد على أذية القلب. وكلياتنا بنعرف انه الدخان حتى بيكتبوا على العلبه انه هذا مضر بصحتك ومضر، فبننصح بالابتعاد عنه. لكن هالشي صعب شوي عند الشباب، ما هاي بس يعني قد ما فينا نخفف. خففوا شباب والعبوا رياضه، ولازم كمان بنصح كثير انا انه يقوم المريض بفحوصات دوريه خاصه بعد سن الأربعين لو ما فيه شيء، انه يسوي فحوصات دوريه للقلب مره كل 6 شهور عند اخصائي قلبيه داخليه. يعني المريض بيروح بيفحص حاله، بيفحص دمه، بيسوي تخطيط قلب، إذا احتاج بيساوي فحوصات متقدمة، لأنه إذا نحن قدرنا نكشف المرض بأول مراحله علاجه أسهل ونتائج العلاج بتكون أفضل بكثير إن شاء الله. دكتور تمام دكتور، خلينا نتحدث عن الحب. لا شك بأنه من أجمل المشاعر وسبب الانسجام والمودة والتفاهم بين الناس، لكن السؤال، من يتحكم بالمشاعر والعواطف، القلب أم العقل؟ ما رأيك دكتور؟ والله هذا سر دفين وسر كبير ما حدا بيعرف، بس على الأغلب هو الدماغ يلي مسيطر على الجسم من هالناحية. القلب بدق بس.
دكتور خلينا نتكلم عن سرعة أو نبضات القلب اللي هي نقول عنها خفقان القلب أسبابه خفقان. نتطرق عليه بشكل سريع. هلأ سرعة القلب الطبيعية نحن بنعتبرها بين 60 و100، بس يصير عدد دقات القلب أكثر من 100 نحن نعتبر أنه هذا تسرع قلب. تسرع القلب يتعب القلب لأنه نحن عم نخليه يشتغل بطاقة أكثر من المسموح فيها أو أكثر من طاقته. هلأ تسرعات القلب أسبابها كثيرة وشائعة ويجب علاجها وما لازم الاستهانة فيها. أكثر الأسباب شيوعا هو فقر الدم، طبعا بيسوي تسرع قلب. عنا مشاكل الغدة الدرقية، فرط نشاط الغدة الدرقية بيسوي تسرعات بالقلب. عنا شيء ما بدنا نعقد الموضوع فيه، عنا النواسير الشريانية الوريدية بيسوي تسرعات بالقلب. عنا الحمى والحرارة، ارتفاع الحرارة بيسوي تسرعات بالقلب. عنا البريبري أو هالأمراض هيكلياتها، أي حالة تسرع قلب يجب مراجعة الطبيب وعلاج السبب، لأنه فعلا القلب بعد فترة بيتعب. دكتور سمعنا أن الكافيين يؤثر على سرعة نبضات القلب، فهل هذا صحيح؟ طبعا هلأ المنبهات كلها بتسرع القلب، إن كان الكافيين أو الشايين كلياتهم هدول عبارة عن منبهات. لكن تناول القهوة بشكل عام 3 فناجين يوميا تنشط الدماغ وتساعد على النشاط الذهني، أنا بنصح فيه. أما فرط تناول القهوة أو المنبهات بتأدي لعكس المفعول هذا، فبصير الإنسان عنده نوع من الخمول والتعب وعدم التركيز، فالكميات قليلة تنعش الدماغ. دكتور بما أنك اختصاصي جراحة القلب والأوعية الدموية، عندنا سؤال يقول ما هي الجراحات الجديدة والحديثة في هذا المجال، مجال جراحة القلب؟ جراحة القلب تتطور بشكل حثيث، نحن بنسميه بطيء لكنه قوي جدا. هلأ بالسنوات الأخيرة تطورت الأمور نحو إجراء عمليات جراحية بشق صغير، يعني معاد في كتير مدارس وكتير مراكز، ونحن على الأغلب كمان تبعناها حتى من أكثر من 10 سنين، أنه نجري العمليات الجراحية بفتح جراحي صغير حتى المريض ما يطلع منهنه أو تعبان أو الرد الجراحي الرد الجسدي يكون عليه قوي. حاليا في عمليات كتير بتصير، مثلا تركيب صمامات عن طريق القسطرة صارت تصير. العملية اسمها تافي، صارت مشهورة وأغلب مراكز العالم وخاصة بأوروبا بتساويها. هذا الشيء هذا قفزة علمية كبيرة، لأنه في كتير من المرضى الكبار بالسن أو اللي عندهم مشاكل تانية إجراء العمل الجراحي بالنسبة لهم فيه خطورة عالية جدا، فحاليا صرنا نجري العمل الجراحي بخطورة أقل عليه وبنتائج جيدة جدا وتتحسن كل سنة. الدراسات عم تقول أنه هالنتائج تتحسن باستمرار. طبعا في عنا كمان شغلة تانية كانت بدعة من 40 سنة وردت تنشطت هلأ، بدأت بالأرجنتين وبالبرازيل، هو جراحة القلب النابض. فنعمل عمليات على القلب بدون إيقاف القلب وبدون استخدام جهاز القلب الرئة الاصطناعي، وفي كتير مراكز بتعتمده ونحن بلشنا فيه من زمان، يعني أكثر من 20 سنة بلشنا فيه. وكمان هي كمان أنا بعتبرها قفزة جميلة جدا بجراحة القلب. دكتور وائل ماذا عن الصدمة النفسية المفاجئة الشديدة التي انحدثت أمام الشخص فجأة، ربما كارثة أو سماع عن وفاة شخص عزيز عليه أو ربما خسارة كبيرة في البورصة، كيف نتطرق لانكسار القلب؟ فعلا هناك مرض اعترف به منذ بضعة سنوات اسمه انكسار القلب أو القلب المكسور أو تنازر تاكو تسوبو. هلأ بعض الأشخاص للأسف الشديد بصير عندهم صدمة نفسية شديدة جدا، ولازم يكون في حدث مهول لحتى يقدر الإنسان أو يصاب الإنسان بهذا المرض، مثلا حادث سيارة، أنه يفقد قدام عيونه شخص عزيز أو عائلته، حوادث القتل مثلا، حوادث الله يبعدنا عنه، وحوادث الاغتصاب وحوادث الحروب، هالصدمات النفسية الشديدة أو المشاكل الغير محتملة تؤدي في كثير من الأحيان إلى ما يسمى انكسار القلب أو القلب المكسور. يبدأ بتوسع البطين الأيسر وينتهي أو بيضل بشكل عام مرحليا بقصور قلب، لكن لحسن الحظ قسم كبير بيتراجع على العلاج وللأسف قسم قليل بيتوفوا.
هالمرض هذا بيصيب 90% من من هالمرض المصابين به هم من النساء, وخاصة الأعمار ما بين ال 58 وال 75 سنة. وحتى في دراسة قالت إنه النساء 6% من النساء المصابات بأزمات قلبية هو عائد لهذا المرض أو هذه الصدمة النفسية المؤثرة. ومن بضعة سنوات مثل ما قلت أصبح المرض هذا معترف عليه عالميا, حيث يكون أو الدراسة بتقول إنه هالمرضى عندهم أزمات قلبية, والتمحيص والتدقيق بيطلع عندهم فعلا مشكلة عائلية أو مشكلة نفسية أو مشكلة هي. وبالفحص الدقيق إنه شرايينهم الإكليلية طبيعية, لكن للأسف عندهم صدمة أو أزمة أو قصور قلب وتوسع بالقلب الأيسر. طيب دكتور, هل الشخص المصاب بانكسار القلب يعاد تأهيله عند الطبيب النفسي أم العلاج الإكلينيكي كافي لعلاج هذه الصدمة؟ طبعا بالبداية لازم يدخل على مراكز القلبية والعنايات المشددة حتى يخرج من هذه الأزمة, وطبعا بعدين بده يتابع من قبل طبيب نفسية ومن طبيب قلبية, لأنه العلاج سيأخذ بضعة شهور. ومثل ما قلت في قسم من هالمرضى للأسف الشديد بتوفى. شكرا لك دكتور على هذه التفاصيل. مستمعينا وصلنا لفقرة فاكهة اليوم لهذا الأسبوع. طبعا كما نعرف أن الفواكه بأنواعها تحتوي على الفيتامينات والمعادن والألياف والكثير من الفوائد. في هذه الفقرة نطلب من الدكتور وائل ريشان اختيار فاكهة لهذا الأسبوع والتحدث عن فوائدها. دكتور, ما هي الفاكهة التي تختارها لنا ولعلها تكون مرتبطة بحلقة اليوم صحة القلب؟ يلا رح نسوي دعاية لسوق الخضرة, مو غلط أبدا, الفواكه منتشرة وظريفة. طبعا فعلا في بعض الفواكه بيقولوا أنه مفيدة جدا للقلب. أنا إذا أنتم بتكون هالأسبوع شيء نصيحة مني بقولكم الفراولة والتوت. الفواكه اللي لونها أحمر فيها مواد مفيدة جدا للقلب, فيها أنتي أوكسيدون. الفراولة والتوت أنا بنصح فيهم هالأسبوع, حاولوا. التوت مع الفراولة يعني الفريز. التوت الأحمر هذا بيجي بري, هذا جدا مفيد للجسم. طبعا ما بدي أذكر الباقيين لأنه كله مفيد. طيب دكتور وائل, الحديث معك ممتع وشيق, واستفدنا كثيرا من المعلومات التي ذكرتها ضمن البرنامج في هذه الحلقة, ونشكر حضورك وإثرائنا بهذه المعلومات الجميلة, وإن شاء الله لنا لقاء بك في حلقاتنا القادمة ومواضيع صحية مرتبطة بصحة القلب. مستمعينا وصلنا إلى ختام برنامجنا الصحي لهذا اليوم. كان معنا الدكتور وائل ريشان استشاري أو اختصاصي جراحة القلب والأوعية الدموية بمستشفى الشرق بالفجيرة, وألتقيكم الأسبوع القادم بمواضيع صحية جديدة في برنامج الصحة والحياة. تقبلوا تحياتي أنا خديجة علي في الإعداد والتقديم, ودائما تحيات مخرج البرنامج محمد صادق, ونتمنى لكم قضاء أوقات سعيدة وممتعة مع برامجنا المختلفة عبر أثير إذاعة الفجيرة FM. ومع السلامة, ونتمنى لكم الصحة والسعادة دائماً.